عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، يسعدني رحب بكم في هذا المنتدى الذي هو تجسيد لإرادتنا في قطر لجعل البحث العلمي أحد الأسس الاستراتيجية لرؤيتنا الوطنية. منذ 3 أيام تحديداً تحدثت عن علاقة التعليم بتحقيق الأهداف المائية للألفية، تلك العلاقة التي نظراً لقوتها أضحت محل إجماع كوني. اليوم أتناول معكم وأمامكم مساراً أحسبه ليثيق الصلة بذات الموضوع، بل هو جزء لا يتجزأ منه، لأن السياق والأهداف المائية للألفية وسبل تنفيذها، فإننا نتساءل كيف يمكن العالم النامي أي غالبية البشر في هذا الكون الانخراط في الطفرة العلمية والتكنولوجية وتوظيف نتائجها لتحقيق تلك الأهداف؟ كيف يمكن لهؤلاء لا يظلوا واقفين وقوف انبهار وفرجة أمام ما شهدته العقود الأخيرة من ثورة في الابتكار العلمي والتكنولوجي؟ إن الواقع مع كامل الأسف يبين بوضوح تام أن الاستفادة من الطفرة العلمية ليست شاملة ولا عادلة لكل البشر، إنها بكل بساطة وجه آخر لمعادلة أو توزيع باريتو أي 20-80. ولأنه قد بات مستساقاً ومقبولاً الحديث عن العولمة التربوية، الاقتصادية، الثقافية والمعلوماتية، فإنه قد آن الأوان لكي يكون العولمة البحثية مكانها أيضاً. وحينما أتحدث عن العولمة البحثية، فإني أقصد بها تلك التي لا تتوقف عند البحث عن الأسواق واقتناص الفرص المتاحة والكسب المربح، وإنما أهدف بالذات تلك العولمة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات متطلبات واحتياجات العالم النامي. علينا أن نقتنع جميعاً بأننا قد تجاوزنا مرحلة مناقشة مبدأ وجوب تعزيز فرص البحث العلمي، فقد أصبح هذا من البديهيات. لكن أي بحث علمي يا ترى نبحث عنه؟ أهو ذلك المحصول في قطب واحد المتحكم في أدواته ونتائجه، أم البحث العلمي الذي يجب أن يكون شاملاً أي ديمقراطياً متاحاً وفي تناول الجميع؟ وكما أنادي باستمرار بأن التعليم يجب أن لا يستورد أو يفرض، وإنما عليه أن ينمو في البيئة المحلية ويترعرع فيها، فكذلك البحث العلمي الذي يجب أن يقوم على مراعاة متطلبات المعرفة المحلية وتلبية وخدمة الواقع الاجتماعي. إذن فالبحث العلمي حضرات السيدات والسادة يجب أن يأخذ بالاعتبار حاجيات الدول النامية ولا يبقى مقتصرا على تلبية احتياجات فئة قليلة من البشر، فاحتياج المجتمعات النامية لا زالت تسعى إلى تحقيق الضروري لحفظ الحياة، بينما هي في المجتمعات المتقدمة تهدف إلى تحقيق الرفاهية. ولذلك فمن المطلوب ونحن نتحدث عن ديمقراطية البحث العلمي أن نفكر في احتياجات ومتطلبات وقدرات أغلبية ساكنة الكون. ومن هنا علينا أن نجيب على الإشكال الآتي: كيف يمكن إقناع، حث وتحفيز صناع القرار، المراكز البحثية المرموقة، القطاع الخاص، المؤسسات الكبرى، وهي الأطراف التي ترسم سياسات البحث العلمي وتمسك بزمام تمويله، كي تغير أو على الأقل تعيد ترتيب أولوياتها من تحقيق الربح والفائدة فقط إلى المساهمة في بناء شراكات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث العلمي، وذلك بمساعدة مجتمعات تفتقد الوسائل؟ هذا هو التساؤل المحوري الذي علينا أن نجد له الأجوبة المقنعة. حضرات السيدات والسادة، أعتقد وهذا ما استنتجته من خلال حوارات متعددة في هذا الموضوع أن توفير التمويل لازم هو من بين الأولويات لإطلاق بحث علمي واقعي مستجيب لاحتياجات ومحقق للأهداف. فمثلا كيف يمكن القضاء على المجاعة التي تهدد مئات الملايين من البشر إذا لم يتم إطلاق مشاريع بحثية بشراكة مع المؤسسات المحلية تحقق التطور المطلوب للإنتاج الزراعي كما هو الحال في أفريقيا؟ وهذا ما ينطبق أيضاً على مكافحة الملاريا والسل وداء فقدان المناعة. كيف يمكن تطوير بنية بحثية بالمجتمعات النامية حتى تصبح طرفاً استراتيجياً وفاعلاً في بلورة وتنفيذ بيان كانكون لمقاومة المتغيرات المناخية والذي صدق عليه بالأمس والحرص على استدامته؟ وفي وطننا العربي
كيف يمكننا من خلال تعزيز بنية البحث العلمي مواجهة التحديات على مستوى الأمن الغذائي والمائي، وبالخصوص الأمن البيئي الذي لا يعاني في منطقتنا من التغيرات المناخية فحسب، وإنما يعاني أكثر مع كامل الأسف من نتائج سوء توظيف البحث العلمي، حتى أصبحت منطقتنا حقلاً واسعاً للتجارب الكيميائية والبيولوجية. فالاستخدام الغير مبرر لمستجدات التكنولوجيا العسكرية أدى لاختلال التوازن البيئي، ليس من حيث الغلاف الجوي فقط، ولكن أيضاً من حيث الأحواض المائية والتربة الأرضية، مما هدد كافة الكائنات الحية في الحال والمستقبل. وهنا تأتي مسؤوليتنا الجماعية والفردية في تطوير أطر عمل بحثية كفيلة بإيجاد حلول متناسبة واحتياجات مجتمعاتنا العربية. فالبحث العلمي إذن هو السبيل إلى المصالحة مع البيئة وجبر ضررها. ولعل الاستجابة لهذا المعطى بالذات هو ما حدث بنا في قطر إلى إحداث بنية بحثية مفتوحة لكافة الكفاءات، وذلك من خلال تأسيس واحد قطر للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة في البحوث البيولوجية الطبية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيئة، فضلاً عن توفير التمويل اللازم من خلال إحداث صندوق رعاية البحث العلمي والوقف المخصص لنفس الغرض. نقطة أخيرة أريد أن أطرحها عليكم. البنية البحثية تحتاج إلى وضع استراتيجية قريبة متوسطة وبعيدة المدى، وتحتاج قبل هذا وذاك إرادة سياسية راسخة. وهكذا فالتوجه الذي اعتمدناه في قطر في أفق تحقيق أهداف رؤية 2030 يقوم على إعداد الأطر الوطنية وتأهيلها لبناء شراكات عربية إقليمية ودولية، وتوجيه البحوث ووضعها في سياق تحقيق الأهداف المائية الألفية. فالبحث العلمي يجب أن يتسم بالقدرة على إنجاز أهداف الاستراتيجية كأولويات، كما يجب عليه الاستجابة للمتغيرات المواكبة للرؤية الوطنية. فمثلاً أتوقع أن يساهم البحث العلمي في قطر في تقديم الحلول لمختلف الرهانات التي قد نواجهها ونحن نعد العدة لاستضافة كأس العالم 2022. لا أستبق من الأحداث، لكن هذه من المتغيرات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فبذلك يصبح البحث العلمي كالتعليم مساراً للحل أي سبيلاً للتنمية من خلال تطوير وتأهيل القدرات والكفاءات البشرية. في ختام هذه الكلمة، ما هو المطلوب منا في هذا المنتدى؟ لدينا سنة من الآن لإعداد مشاريع بحوث وتقديم دراسات لبعض المفاصل البحثية التي تفيدنا في قطر وفقية المجتمعات النامية في وطننا العربي، في أفريقيا، جنوب الصحراء، آسيا والعالم. نحن في مرحلة دقيقة، علينا من الآن فصاعدا لا نقبل التقليد أو نقنع بالاستنساخ. لا نريد مشاريع بحثية مستنسقة أو هجينة. نريد منتدى مبدعا مبتكرا متميزا يتخصص في تقديم الحلول والبدائل وبناء شراكات لأجل مساعدة المجتمعات النامية على ولوج النادي البحثي بعضوية كاملة لا شرفية ولا كمراقب. هكذا أرى هذا المنتدى، وإلا فلا فائدة ترجى منه. لا فائدة ترجى منه إذا كان هدفه رصد ما أنجزه الآخرون فقط. حضرات السيدات والسادة، إن عهد الصدمة والانبهار، وستتفقون معي، قد ولى ومضى. نبدأ عهد الشراكة والندية. وشكراً لكم.